بغيت نعيد لوليداتي، بغيت لي فرح لي وليداتي، بغيت لي نشري لهم العيد. عندي 4000 ريال اخويا، عاونوني الناس الله يخلف عليهم والله يجازيهم بخير، الله يعطيهم ما تمنوا ان شاء الله في حياتهم. عاونوني خلصت به الدين ديالي، خلصت الكرا والما والضوء، وني داويت به الراجل ديالي الله يخلف عليهم والله يكثر خيرهم. وكنطلب من المحسنين يعاونوني يفرحوا لي غير وليداتي في هذا العيد. هذا راه عندي البنيه كتبقى تبكي، مسكينه صغيره كتبقى تبكي، كتشوف الحواله كيدخلوهم الناس كتبقى تغوت كتبقى تبكي، تقول لي ماما تي حنا بغينا عيدنا. وانا خوتي اللي جمعتها هي 4000 ريال اللي عندي ما عرفتش فين نرد اخوتي، بقيت ما نقول لها كنسكتها وصافي. دابا ربي سهل، دابا ربي سهل، ما بقيتش ما نقول. شوف الجيران كيجيو مواتر كيتبعوهم، كيدخلوا الناس لديورهم كيدخلوا معاهم، فاش كيجيو كيبقاو يبكيو بزاف اخويا. ولكن بنتي اللي دمرتني الصراحه، قالت لي ما حنا فوقاش نجيبو عيدنا، وبقاو تاينا يدخلوا عندي الدراري يلعبوا ويشوفوا ويفرحوا معايا ماما. ما كاينش اخويا اللي يسلفك، كما كتعرف في هذا الوقت هذا ما كاينش اللي كيبغي يسلف. الله يحسن العوان للجميع، الله يحسن العوان اخويا مولاي. الناس اللي كيشوفوني دابا بغيت نطلب منهم طلب، الله يجازيكم بخير. بغيتي وليداتي يفرحوا، بغيتي وليداتي يفرحوا ويحضروا عينيهم، والله ما بغيت حتى شي حاجه. كل ما كانوش هما ما نبينش وجهي كاع، ما عنديش مشكل في العيد انا، انا بغيتي ولادي يفرح. يفرح لي وليداتي، الله يفرحو، الله يعطي كل ما تمنى. بغيتي وليداتي يفرح، بغيت والو تحبنا يعطيوني، ولكن نطلب لي شهاده الوفاه. ما واحد السيد مشات عندو قال لي جيبي لي ورقه ديال الوفاه ديال الراجل ياك بينا الراجل ميت. قلت له انا عندي الراجل ديالي زعما، وراه شنو وقع شنو وقع. قال لك لا، عندك الراجل ميت نعطيك، ما عندكش الراجل ميت ما نعطيكش. كيرجع في نظرك اخويا، رجعت محطمه ومألمه، ما لقيت ما نقول لولادي. رسالتي المغاربه انا كنطلب منهم يفرحوا لي غير وليداتي اخوتي. الرقم ديالي هو 0688 66 87 65.